السلام عليكم وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر على الأولى. إليكم أبرز عناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يمثل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في المراسم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بباريس. أمراض القلب من بين المسببات الرئيسية للوفيات عبر العالم، أمراض تتطلب اتباع نمط صحي للوقاية منها والحد من أعراضها. التعليم الأولي أداة أساسية للرفع من القدرات المعرفية للأطفال قبل ولوجهم للدراسة، مشروع مجتمعي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والروبورتاج من إقليم شتوكا إتباع. أهلا بكم. نستهل النشرة ببلاغ للديوان الملكي يعلن فيه أن صاحب الجلالة الملكة محمد السادس حفظه الله تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد، ولهذا السبب فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالته بخلود جلالة الملك لراحة طبية لبضعة أيام. وكان جلالة الملك نصره الله قد قرر السفر إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الراحل جاك شيراك في إطار خاص، وذلك اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب. وسيقوم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن بتمثيل جلالة الملك في المراسيم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل. وبباريس جنازة مهيبة للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، حيث غصت كنيسة سان سولبيس بألفي مدعو بينهم 80 شخصية أجنبية من رؤساء دول وحكومات وقادة سابقين وأفراد عائلات ملكية. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في المراسيم الرسمية لهذه الجنازة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن حضور يعكس العلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين وروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب. الجمهورية الفرنسية إذن في حداد وطني، حيث يحضر 30 من قادة العالم لباريس تكريما لذكرى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي توفي الخميس الماضي. وداع أخير لهذه الشخصية الفرنسية التي طبعت الحياة السياسية الدولية، ومراسيم تكريم عسكرية وجنازة رسمية تقام في كنيسة سان سولبيس في باريس. مريم لوفير. أنا واعية جدا أنني أعيش لحظة تاريخية في حياتي. عرس جاك شيراك كرئيس جمهورية وصوت عليه مرتين. بالنسبة لنا كفرنسيين كان رجل سياسة كبير، كان فرنسيا حقيقيا يفهمنا ويواكبنا، كان رمزا بحق ومحترما ومحبوبا من طرف الفرنسيين. بهذه الكلمات نعى الفرنسيون رئيسهم الأسبق جاك شيراك الذي ورث هذا اليوم. عاصمة الأنوار أظلمت وخيمت عليها مشاعر الحزن والأسى، فالدولة تودع اليوم أحد رجالتها الكبار، ولأجل ذلك أعلنت حدادا وطنيا ودقيقة صمت في الإدارة والمدارس. نحو 30 من زعماء العالم توافدوا على العاصمة لحضور الجنازة الرسمية ومراسم تكريم لذكرى الرئيس الأسبق الراحل جاك شيراك. عند باحة مبنى ليزانفاليد وسط باريس أقيمت جنازة عسكرية للراحل. هنا وضع جثمانه لإلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن ينقل في موكب جنائزي كبير إلى كنيسة سان سولبيس،
هناك ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المراسيم بحضور رؤساء فرنسا السابقين وحضور كبير، إذ غصت ثاني أكبر كنيسة في العاصمة الفرنسية بألفي مدعو، بينهم 80 شخصية أجنبية من رؤساء دول وحكومات وقادة سابقين وأفراد عائلات مالكة تكريما للراحل. هذا وتقطر الفرنسيون منذ يوم أمس بالآلاف إلى مبنى ليزانفاليد الذي يأوي أضرحة بعض من كبار رجال فرنسا مثل نابليون لإلقاء نظرة أخيرة على نعش شيراك، رجل السياسة المحنك الذي قاد فرنسا على مدى 12 عاما. في موضوع آخر، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد رؤساء بوركينا فاسو وجزر القمر وساو تومي وبرينسيبي دعمهم للمسلسل السياسي الحصري للأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء المغربية. وبدورها أشادت الإمارات العربية المتحدة بجهود المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار المسلسل الأممي. بالنمسا، المحافظ سيباستيان كورتيز يفوز بالانتخابات التشريعية، وذلك في ظل انقلاب في المشهد السياسي في البلاد مع تراجع لليمين المتطرف وتقدم كبير للخضر، حيث سيواجه كورتيز الآن تحدي البحث عن حلفاء لتشكيل ائتلاف حاكم. فرح سعف. بقوة عاد المستشار النمساوي الشاب سيباستيان كورتز إلى الواجهة بعد اقتراع أمس المبكر الذي شهد انقلابا في المشهد السياسي مع تراجع لليمين المتطرف وتقدم كبير للخضر. كورتز تمكن من تخطي الانتكاسة التي حاقت بحليفه حزب الحرية اليميني المتطرف الذي عاقبه الناخبون بسبب فضيحة فساد أسقطت الائتلاف الحاكم قبل 4 أشهر وأضرت بصورة البلاد. وحصل حزب كوختس المحافظ على نسبة 37.2% من الأصوات، وهي نتيجة أعلى بنحو 6 نقاط مقارنة بتلك التي حصل عليها في انتخابات 2017. اليمين المتطرف خسر حسب توقعات ما بعد التصويت التي نشرتها القناة العامة النمساوية 10 نقاط بالمقارنة مع نتائجه في الانتخابات السابقة، حيث حل ثالثا خلف الاشتراكيين الديمقراطيين بحصوله على نسبة 16% من الأصوات. وفي ظل حملة انتخابية هيمنت عليها القضايا البيئية بدل قضية الهجرة، حقق حزب الخضر تقدما كبيرا بحصوله على حوالي 14% من الأصوات مقابل 4% فقط في الانتخابات السابقة. كما حل حزب النمسا الجديد والمنتدى الليبرالي نيوس خامسا، وسيدخل البرلمان بنسبة 7% من الأصوات. أظهر القطاع الصناعي في الصين إشارات تحسن غير متوقعة، حيث وافد مؤشران عن نمو النشاط الصناعي في شتنبر على الرغم من الضغوط التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر مديرية المشتريات، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، ما يعكس حصيلة أفضل مما كان متوقعا في استطلاع سابق. في أخبار الكوارث الطبيعية، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي تهطل على ولاية أوتار براديش شمال الهند على مدار الأيام الخمسة الماضية إلى 87 قتيل، كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مدار اليومين القادمين، حيث طالبت سكان المناطق المتضررة بتوخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية موجة من الحرارة تتراوح ما بين 41 و45 درجة طيلة اليوم وغدا بكل من أوسرد، أسزاق، بوجدور، أيتباها، سمارة، إنزقان، أيتملول، قلميم، وادي الذهب، ترودان، تيزنيت، طاطا، وداخل أقاليم طنطان، طرفايا، سيدي إفني والعيون. كما ستتراوح درجات الحرارة طيلة اليوم ما بين 39 و42 درجة بكل من بن سليمان، برشيد، الخميسات،
قلعة سراغنا، مراكش، مديونة، الفقية بن صالح، نواصر، رحامنا، سلاسطات، سيدي بن نور، سيدي سليمان، اليوسفية، وداخل إقليمي الرباط والصخيرات تمارة. في المجال الصحي، تعد أمراض القلب والشرايين من بين المسببات الرئيسية للوفيات عبر العالم. آخر الإحصائيات تشير إلى أن أزيد من 17 مليون شخص يقضون نحبهم بسبب هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال مجموعة من التدابير الصحية، نتعرف عليها في روبورتاج سميرة أصبان وعدنا الهرس. بوشعيب ذو 65 عاما يخطو خطوات ملؤها التعب، فهو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وتسارع في نبضات القلب منذ 5 سنوات، وهو يخضع للعلاج، واليوم جاء إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على وضعه الصحي. أنا مريض بالقلب وجيت لهذه المصحة باش نشوف الحالة ديالي كيفاش عاملة، كيطلع لي الضغط الدموي وكان نحس بشوية الإرهاق وشي حريق في الصدر ديالي ودقات القلب سريعة. حالة بوشعيب تختصر واقع العديد من مرضى القلب، ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين في مقدمة المشاكل الصحية التي يعاني منها هؤلاء المرضى، منها ما هو خلقي، منها ما هو يخص النبضات، منها ما هو متعلق بالصمامات، تضخم القلب وأمراض الشرايين. بالنسبة لأمراض الصمامات هي في نسبيا في تراجع، لا سيما في الدول الأوروبية يعني قليلة جدا، واللي هو أكثر انتشار في العالم كله بما فيه الدول اللي في طريق النمو والمغرب من ضمنها هو أمراض الشرايين، يعني تصلب الشرايين. تجنب التدخين، ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي أمور ضرورية لقلب سليم، فأنماط سلوكية خاطئة في الصغر تظهر مضاعفاتها عند الكبار يؤكد الأطباء. التغذية السليمة والمتوازنة مهمة جدا. كاين ما يسمى بالنظام الغذائي ديال البحر الأبيض المتوسط، واللي هو كيركز على الخضروات. المشي مهم جدا، يعني الرياضة البدنية بصفة عامة، ولا على الأقل المشي على الأقل 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع. بلغة الأرقام، أزيد من 17 مليون شخص في العالم قضوا نحبهم بسبب أمراض القلب وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. أما في المغرب فالوفيات جراء هذه الأمراض تجاوزت 54%. وينضم إلينا مباشرة الدكتور محمد السعداوي، طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين والقسطرة. دكتور أهلا بك. أهلا. إذن تعد أمراض القلب سبب الرئيسي للوفيات عبر العالم، فما هي طبيعة الأمراض التي يمكن أن تصيب هذا العضو الحيوي؟ طبيعة الأمراض اللي تقيس القلب متنوعة، منها أولا هما أمراض القلب التاجية، يعني اللي تتقيس الشرايين التاجية اللي تتغطي القلب، اللي هي تبتل أكثر من 7 ملايين في السنة. كاين كذلك الأمراض الدماغية الوعائية اللي تتعطي سكتات ديال القلب واللي تتقيس الشرايين اللي تتغطي الدماغ. كاين الأمراض كذلك الشرايينية المحيطية اللي تصيب الأوعية الدموية اللي تتغطي الذراعين والساقين. كاين كذلك الأمراض الروماتيزية اللي تتقيس الصمامات ديال القلب وكذلك تقيس العضلة ديال القلب. كاين الانصمام الرئوي اللي تيكون واحد التخثر ديال الدم في الرئة ولا كذلك يمكن يقيس القلب. وكاين الأمراض القلب الخلقية والتشوهات اللي تطلع هذيك تطلع عن الولادة. دكتور سداوي، ماذا عن المسببات الرئيسية لأمراض القلب والشرايين؟ السبب الرئيسي تيكون هو اتباع نظام غذائي غير صحي. نعم. والناس اللي تياكلوا السكريات كثيرة وكذلك الدهون وكذلك الخمول، الناس اللي ما تيزاولوش الرياضة وما تيتحركوش، كذلك الناس اللي تيتدخنوا تيبغى عندنا في المغرب تيمثل سبب رئيسي، وكذلك الكحول حتى هو سبب في الأمراض
القلب والشرايين، الارتفاع كذلك المفرط في الضغط الدم والسكري والشحوم هي كذلك تكون كثيره في الدم، هذه كلها اسباب ديال الامراض ديال القلب والشرايين، وكذلك الزياده المفرطه في الوزن والسمنه اللي تلاحظوا الانتشار ديالو غادي يتزاد عندنا في البلدان مثل المغرب. اذا فما هي التدابير الوقائيه التي ينبغي اتخاذها للوقايه من هذه الامراض دكتور؟ التدابير الوقائيه هو تخص تشجيع على نمط حياه صحي وعادات غذائيه جيده لتتمثل في تناول الفواكه والخضار وكذلك الحبوب الكامله، والواحد ينقص من الدهنيات ومن اللحوم اللي فيها الدهنيات كذلك، وتخص وضع خطه للحد من التدخين وكذلك خفض معدل انتشار ارتفاع الدم والدهنيات في الدم، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة اللي ما خصهاش تقل على 30 دقيقة كل يوم. نعم الدكتور محمد سعداوي طبيب أخصائي في أمراض القلب والشرايين والقسطرة، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. في الشأن التربوي يشكل التعليم الأولي أداة لا محيد عنها للرفع من قدرات الأطفال المعرفية قبل التحاقهم بفصول التعليم الابتدائي، توجه يحظى بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي ساهمت في إحداث وتأهيل قسم للتعليم الأولي بالجماعة الترابية إداوك نضيف بإقليم شتوكا أيتباها. عماد أم سمير وسمير بركة. التعليم الأولي محطة أساسية في مسيرة التربية والتعليم للأطفال، لذلك يتم التعاطي معه هنا بالجماعة الترابية الدوغ نديف بكثير من الجدية والعناية والاهتمام. مجهودات بذلت لرفع التحديات لتمكين الأطفال بالوسط القروي من تطوير قدراتهم العقلية والنفسية والتواصلية. مركز التربية والتكوين الخميسي دوغ نديف اللي كيضم فضاء للتعليم الأولي، اللي كيضم مجموعة من الأطفال الصغار اللي وصل العدد ديالهم هذه السنة 50 طفل وطفلة. المركز تم التأهيل ديالو وإعادة التأهيل ديالو من طرف الجمعية ديال تزرزيت لضمان التنمية بشراكة مع الجماعة الترابية لدوغ نظيف وبتجهيز من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كاينين الأطفال يعني اللي كينجيبوهم من الدوابر ديالهم من النقل المدرسي وكيستافدوا من التغذية يعني والتعليم الأولي وكيبقوا معنا يعني يوم كامل هنا في المركز. إحداث قسم للتعليم الأولي بالجماعة الترابية الدوغ نظيف ساهم بشكل كبير في تخفيض نسب الهدر المدرسي بالتعليم الابتدائي لما يحققه هذا النوع من التعليم من أهداف تربوية للاندماج الإيجابي للطفل في التعليم النظامي. هنا بالنسبة للتعليم الأولي كنبغيو نعلموهم العربية باش يدخلوا المدرسة باش يتعلموا، وبالنسبة للفرنسية كنحاولوا أننا نعلموهم بزاف ديال المهارات وبزاف ديال القدرات باش إن شاء الله ملي يولجوا المدرسة العمومية تجيهم أسهل إن شاء الله. استفادة الأطفال بالوسط القروي من التعليم الأولي يساهم في اندماجهم بشكل كبير وسريع في المنظومة التربوية لتحقيق الأهداف والغاية المنشودة والانخراط الإيجابي في مسار التنمية الشاملة. رياضيا، فريق الوداد الرياضي البيضاوي يحجز تذكرة المرور إلى دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب تفوقه العريض أمس على ضيفه فريق إف سنواديب الموريتاني في المباراة التي جمعت بينهما بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. عبد الحق بيهت. بحضور جمهور غفير هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، لم يكن أمام فريق الوداد البيضاوي الذي فاز في لقاء الذهاب أمام فريق نواديب الموريتاني بهدف لصفر، لم يكن أمامه من خيار سوى تأكيد تفوقه بإهداء جمهور العريض فوزا كبيرا في لقاء الإياب هذا الذي قاده الحكم التونسي صادق السلمي والذي أعلن مبكرا عن ضربة جزاء للوداد في الدقة 13 ونفذ بكل ثقة اللاعب محمد النهيري. تقدم لفريق الوداد البيضاوي والذي سيتمكن من إضافة هدفين متتاليين، الهدف الثاني للوداد جاء في الدقيقة 25 وموقع اللاعب إسماعيل حداد. مباشرة بعد هذا الهدف الذي كان من أجمل أهداف اللقاء يتمكن اللاعب أيمن الحسوني يتمكن من إضافة هدف ثالث للوداد، وذلك بعد خطأ فادح لحارس مرمى فريق نواديب الموريتاني.
الوداد البيضاوي احتاج لشوط واحد لإعلان تفوقه الواضح ليضيف هدفا رابعا في الدقة 38 والموقعات المرة اللاعب أيوب الكعبي. بعد هجوم منسق ومجهود فردي متميز الفريق الزائر نواديبو سيوقع هدفه الوحيد في الدقة 64 وذلك بعد هجوم قاده الإيفواري جاكوب إزيكييل ديبودي ليمرر إلى اللاعب بابكر الذي يوقع هدف الفريق الموريتاني. ينتهي اللقاء بفوز عريض لفريق الوداد البيضاوي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. كنا متقدمين نتيجة الآلي كنا متقدمين بجوج هدفين لصفر ولكن جينا للروتور عزم ورغبنا نحقق واحد النتيجة إيجابية نفرحوا بهذا الجمهور هذا اللي حش بكثافة كنشكرهم من هذا المنبر هذا ورغم الإقصاء ديالنا من كأس العرش جا وحج وساند اللعابة ديالو كنشكرو وكنتمنى إن شاء الله أننا نمشيو البعيد إن شاء الله في هذه الكأس إن شاء الله. كان لنا خاصنا نفوزوا الحمد لله فزنا والأهم هو ندوزوا لدور المجموعات وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله في المجموعات وان شاء الله ندوزوا الدوم فينال والفينال ان شاء الله لما لا نحقوا هذا اللقب ان شاء الله هذا العام هذا. الجمهور الذي حج بكثره المركب محمد الخامس استمتع اذن بعروض جيده ولقاء ممتع بالاهداف وتاهل سهل لفريق الوداد البيضاوي بعد فوزه المستحق ذهابا وايابا على فريق نواديبو الموريتاني بحصة اجماليه 6 مقابل 1 ليتاهل بكل استحقاق الى دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. إلى التذكير بالعناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يمثل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في المراسم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بباريس. أمراض القلب من بين المسببات الرئيسية للوفيات عبر العالم، أمراض تتطلب اتباع نمط صحي للوقاية منها والحد من أعراضها. التعليم الأولي أداة أساسية للرفع من القدرات المعرفية للأطفال قبل ولوجهم للدراسة، مشروع مجتمعي يحظى بدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والروبورتاج تابعناه من إقليم شتوكا إتباه. سعداء بالتواصل معكم ألقاكم غدا بإذن الله.